ب19 كانون الثاني 1990 اغتيل أحد أبرز قادة القوات اللبنانية الدكتور الياس الزايغ غدرا قبل أيام من اندلاع المعارك العسكرية بشرق بيروت بين الجيش اللبناني ومسلحي سمير جعجع يوم 31 كانون الثاني 1990 على خلفية رفض رئيس الحكومة العماد ميشيل عون اتفاق الطائف الذي أضفى شرعية على الاحتلال السوري للبنان بمقابل تأييد جعجع على الاتفاق المذكور سياسيا ومحاولة فرضه عسكريا من خلال ضرب الجيش. ويعتبر اغتيال الزايك من أبرز القضايا التي لوحق بها جعجع بعد الحرب أمام القضاء.